أهلا بكم في جولة جديدة من الصحافة العالمية اليوم الاثنين 9 سبتمبر. نستعرض فيها أهم عناوين الصحف والميديا العالمية. لوفي جاغو، ضرب سوريا، الأسبوع الحاسم. النيويورك تايمز، الجانبان المتصارعان في سوريا يناشدان الولايات المتحدة. يصنعون اللوبيهات عبر البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي. الحياة، نتنياهو يساهم في إقناع الكونغرس الأمريكي للمصادقة على ضرب سوريا، وقبرص تستبعد أي دور لها في ضربة تقودها أمريكا ضد سوريا. الشرق الأوسط، كري، اتفقت الوزراء العرب على أن الأسد تجاوز خطا أحمر دوليا. الواشنطن بوست، كري، السعوديون يدعمون ضرب سوريا وقطر تدعم التدخل، والأسد يحذر من أي إجراء عسكري. وأخيرا الجيروسالم بوست، كري، لن نذهب إلى حرب في سوريا والأسد يستطيع أن يتجنب الضربة. شكرا لمتابعتكم.